اهلا بحضراتكم من جديد. يعني تاريخ كبير جدا لضيفنا الكريم، ضيفنا الكبير، نجم في الكره وايضا نجم في التدريب ورجل المواقف الصعبه. برحب ومنورني ومشرفني في الاستوديو الكابتن الكبير كابتن. اهلا بيك كابتن حميد، واهلا بجميع الساده مشاهدي قناه النادي الاهلي. وانا بشكرك جدا، انا بقى لي فتره كبيره ما جيتش هنا، وبشكرك جدا على الدعوه دي. وانا طبعا اي وقت اقدر ابي دعوه قناه النادي الاهلي تحت امرك يا كابتن. ده بيت حضرتك وبنورنا في اي وقت انت فيه بجد والله العظيم، وعملنا حاجه بسيطه جدا. وعايز اشكر طبعا الزميل هشام محسن على الاعداد والتقرير الجميل قوي 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 اللي عمله ده، حاجه بسيطه جدا يعني. بشكره جدا وبشكر مجموعه العمل كلها في قناه الاهلي. ده حقيقه حضرتك قيمه كبيره جدا، ورمز فعلا مجنون الاهلي. يعني نادي الاهلي في وقت الشده بيحتاجك بيلاقيك، وبتكون قد المسؤوليه دايما، يعني حتى في فريق كوره، في مدرب، ما شاء الله عليك يعني. لا انا ابن النادي، يعني ابن النادي، لسه جاي من النادي على فكره. انا يوميا في النادي، وانا ابن النادي، ودائما انا تحت امر النادي في اي حاجه. انا في اي موقع، انا تحت امر النادي في اي موقع يعني. ودي يمكن سمه من سمات، يمكن انا عندي عشق للنادي الاهلي. يعني عندي عشق يا كابتن حميد للنادي، بدليل ان انا يمكن حياتي التدريبيه معظمها قضيتها في النادي الاهلي. اكيد يعني معظمها قضيتها في النادي الاهلي. وانا بتشرف ان انا يمكن من صغري، وانا حتى بعد ما اعتزلت ابتديت اتجه للتدريب، اشتغلت في الناشئين، واشتغلت في قطاع الشباب، واشتغلت في الفريق الاول، وكل هذه الامور داخل قلعه النادي الاهلي. اكيد يا كابتن. ومين ما عشقش النادي الاهلي؟ تخيل بقى حضرتك تاريخ وارتبطت بالنادي الاهلي، النادي الاهلي كمان ارتبط بيك، فاكيد طبعا عاشق النادي الاهلي. اخبار التنس ايه؟ والله لسه جاي، عشان تصدق والله لسه جاي دلوقتي. وكنت بلعب دبل وكسبان 2-6، وفي الست الثالث يعني توقفنا. يمكن كنت بلعب مع الكابتن اشرف توفيق لو تعرفه، النجم طبعا النادي الاهلي والمدير الفني لفرقه سموحه في الباسكت طبعا. وكنت بلعب معاه، وكنت معاه مدرب، بس المدرب يعني من كتر الكور اللي كنت بديها له جاله شد، فقلنا خمسة نطلع كده كويس. لازم العبك ماتش يا اي وقت بلعب. اي وقت، بس قدام الناس وقدام الساده المشاهدين. ما تزعلش لو اتغلبت. لا مش هزعل. طيب انا موافق. ده انا هتشرف ان انت، انا موافق، انا موافق ده اني تايم. وهنجيب قناه الاهلي تصور وهتشوف. عشقت التنس انت يا كابتن فتحي؟ انا من على فكره من صغري، يعني من صغري، حتى في مرحله الفترات الراحه، فترات الراحه السلبيه اللي بين موسم وموسم كنت العب تنس. يعني كنت العب تنس. انا عندي عشق للتنس لان والدي الله يرحمه كان مدرب تنس في النادي الاهلي. وانا اتربيت في النادي الاهلي، يعني من صغري انا بروح النادي الاهلي، وكنت بعشق لعبه التنس. ولحد يومنا هذا، لحد يومنا هذا انا لسه مخلص تنس وجاي على القناه هنا. ماشي، يعني ان شاء الله ان شاء الله كده يبقى في مباراه بين حضرتك. بس ما تزعلش لو اتغلبت. يعني حضرتك شفت التقرير اللي عمله فريق الاعداد بتاعنا، وكان في جون حضرتك كان عاجبك قوي، الجون اللي بالهيد. ده جون في ماتش المصري على فكره، ده في موسم 74. وعلى فكره كنا حسم بطوله الدوري في هذا اللقاء، وكان الماتش ده مع المصري، وكان في استاد القاهره. وانا سجلت اول هدف. اول هدف كان، يمكن انا تخيلت ازاي ان بعمل سبرنت من 18 عندنا، اتلعبت لشريف عبد المنعم في الجنب اليمين. شريف عبد المنعم طبعا انت عارف كان ستارت وسريع وكله، خدها وجري، وانا من ورا رحت داخل، لدرجه ان انا حتى يمكن الجامبنج اللي عملته سجلت منه. كان في جون في المصري انا فاكر اسمه فاروق فوزي لو تفتكره. فاروق فوزي كان واقف وانا اللي سجلت الهدف ده. كان هدف رائع، يعني من الاهداف الحلوه اللي انا سجلتها، بس مش هداف يعني، لا ده انا هم خمس ست اهداف سجلتهم في حياتي بس مؤثرين. بس ده كان هدف مؤثر، لان كان في حسم بطوله الدوري للنادي الاهلي. يعني كابتن وحضرتك كده بتقعد، ده الهدف اهو بيقعدوا لك في الفريق الاعداد. حلو بصراحه. يعني حلو. لا هدف فعلا مميز جدا. لا كابتن خطيب بقى جالي وسلم عليا يعني لما تقعد يا كابتن فتحي كده تسترجع ذاكرتك، بتلاقي فيها نقاط كتير مضيئه. ابرز النقاط المضيئه ايه يعني في تاريخك الكروي وتاريخك التدريبي؟ لا هو تاريخي طبعا وانا لعيب كان يمكن في حاجات كتير قوي، يمكن الواحد ابرزها الحاجات اللي هي دايما ما بتنساهاش خالص، دايما قدام عينيك. بص انا في بطولات الحمد لله ان احرزناها في جيل السبعينات، وفي عشق للنادي الاهلي، وفي عشق للفانيلا الحمراء، في عشق ايضا للمجموعه اللي انا كنت بلعب معاه، والحمد لله يمكن انا في ارتباط وثيق بينهم وبينهم. لان الناس دي لعبت حبا للنادي الاهلي وحبا للفانيلا الحمراء. اكيد ما كانش لسه في احتراف، ما كانش في الامور الماديه، ما كانش. لا يعني انا مش عايز اقول لك انا اول عقد في النادي الاهلي كنت باخد كام، يعني انت تستغرب لو قلت لك رقم. وانا بلعب في الدرجه الاولى سنه 69، بدايه من 69 مع الكابتن صالح الله يرحمه، كنت باخد 6 جنيه.
بس الستة جنيه دي كان ليها مفعول السحر والله أكيد. بجد أكيد. يعني كان فيها بركة ولحد كان بيصرف منها أكيد. وحاسس انه يعني ده غني قوي اللي معاه 6 جنيه برنس اه والله. فطبعا الحاجات دي كلها انا يعني بقول ان دي حاجات فعلا حلوه قوي في حياه الواحد داخل النادي الاهلي. يعني داخل النادي الاهلي زي ما قلت لك احنا كنا بنتعايش كمحترفين. يعني انا كنت بروح النادي الاهلي الساعه 9 الصبح تلاقيني في النادي الاهلي 10 الصبح والتمرين الساعه 3 اخرج من النادي الاهلي ممكن اخرج الساعه 12 بالليل. عشان كده كانوا بيقولوا اللي عايز يفتح النادي الاهلي ويدور على مفتاح النادي الاهلي يلاقيه مع فتحي وعمر. حياتك لا والله روحك بدليل ان يمكن من ضمن الحاجات اللي انا اللي بحكي عليها دي حياتي داخل النادي الاهلي كابتن عزت ابو الروس كان مدير كوره ربنا يديله الصحه. مره عدى عليا في البيت بالعجوزه ما لقانيش في البيت. فتاني يوم جه لقيته متنرفز تعالى انت فين مش فين. قلت له فين يا كابتن بس في قول لي بس في ايه. قال انا عديت عليك في البيت ما لقيتكش. قلت له ما انت غلطان. قال لي يعني ايه غلطان؟ عارف مكاني. قلت له ما انت غلطان. قال لي يعني ايه غلطان؟ قلت له حضرتك قبل ما تعدي على البيت عدي علي هنا هتلاقيني. قبل البيت هتعدي علي هنا هتلاقيني. راح ضاحك وقال لي خلاص الخصم هنشيله. قلت له ده انا هنا موجود يا كابتن عزت انت ازاي يعني ازاي انت ما فكرتش ان انا موجود هنا على طول؟ ده انا هنا بيتي بالنادي الاهلي فعلا لحد يومنا هذا بيتي والله بجد. واحنا كابتن كل الاهلاويه بتشرفوا بيك طبعا. ربنا يخليك بجد والله العظيم. يعني دي كانت ذكريات الكوره. التدريب بقى التدريب كانت كابتن فتحي مبروك دايما يا جماعه طبعا حضراتكم طبعا عارفين الكابتن فتحي مبروك راجل المرحله. يعني في حاجه حصلت في النادي نحط الكابتن فتحي مبروك كل الناس ثقه في حضرتك ان انت هتعدي مرحله معينه جدا وبعدين بقى حضرتك بتعتذر عشان خلاص انا عملت دوري وعملت الدور المكلف بيه. اصعب مرحله عدت عليك او اصعب تولي مسؤوليه عدى عليك؟ لا واصعب تولي مسؤوليه يمكن سنه 2003 سنه 2003 النادي الاهلي انا كنت فاكر خسر بطوله الدوري من انبي وكان في بومفرير مدير فني للنادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن كلموني يعني الكابتن محمود الخطيب اللي كلمني قال لي فتحي انت فين؟ قلت انا في البيت كنت ساكن في المهندسين. فقال لي تعالى انا عايزينك يعني. رحت قال لي في كذا كذا والامور احنا عايزين مرحله الكاس دي ان شاء الله تمسكها وبعد كده احنا هنجيب مدرب اجنبي او مدير فني اجنبي. قلت له خلاص يا كابتن ما تقلقش يعني وان شاء الله ربنا يوفقنا وان شاء الله تبقى الامور كويسه يعني. وفعلا حضرت التمرين يمكن تاني يوم وتعاملت مع اللعيبه تعامل نفسي. هو ده السؤال اللي كنت اساله. تعامل نفسي بقى. ليه مش يعني مش في خلال كان عندي ماتش بعد 3 4 ايام مش ممكن طبعا فكر تدريب جديد على اللعيبه لا كلها اعداد نفسي وحاولت بقدر الامكان ان انا اغير في التشكيل وغير في الفرقه شويه والناس كانت يعني اللعيبه نفسها كانت حتى مقتنعه يعني اللعيبه كانت مقتنعه. وبعدين كنت بديهم دايما حته الروح برضو ان احنا فقدنا بطوله الدوري عايزين نعوض لان النادي الاهلي ما بيطلعش كده من بطولات كده لا عايزين نعوض بطوله الدوري في بطوله الكاس. وفعلا لعيبه ادت اداء مشرف يعني ادت اداء مشرف ضد انا فاكر كويس قوي ضد غزل المحله وضد الاتحاد وضد الاسماعيلي في المباراه النهائيه وصلنا المباراه النهائيه وضربات الجزاء الترجيحيه والحمد لله خدنا هذه. فكانت من اصعب اللحظات لان اول مره تتولى قياده فريق الاول في النادي الاهلي والجماهير جماهير النادي الاهلي العظيمه مطالبه ان النادي الاهلي ياخد بطوله بالظبط والناس بتثق مجلس اداره كابتن حسن وكابتن خطيب ولجنه الكره كان بيثق في فتحي مبروك. فانا كنت فعلا اللحظه دي كانت من اصعب اللحظات اللي مرت عليا في تاريخي التدريبي في كره القدم في النادي الاهلي. وكان فرقه كلها نجوم يا كابتن والفرقه كلها نجوم بس نجوم. عشان كده يمكن انا حتى كنت لعبت عناصر كتيره برضو من الولاد اللي هي ايه كانت عندها دوافع للفوز ببطوله. يعني انا فاكر قوي التعادل عادل مصطفى. عادل مصطفى ده كان بيلعب ديفندر وسط ملعب. جالي قلت لا عادل مصطفى بيلعب باك رايت ولعبته باك رايت واجاد. يعني كانت الامور كلها زي ما قلت لك عوامل نفسيه وعوامل ايضا اللعيبه نفسها عندها روح عشان تكسب هذه البطوله. والحمد لله كسبناها في 2003. دي كانت اصعب فتره ليك. اصعب فتره كانت اصعب ليك. فتره لاني اول مره اتولى قياده فريق اول في النادي الاهلي. طب مره فكرت يا كابتن فتحي بلاش يعني قالوا لك كابتن فتحي لازم تيجي استحاله 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 في اي موقع في النادي الاهلي استحاله. يعني انا مسكت الفريق الاول ومدرب اجنبي ورجعت قطاع الشباب ومسكت فرقه الشباب اي موقع في النادي الاهلي استحاله ان انا ارفضه لان زي ما قلت لك ده بيتي وده يمكن
في حياتي التدريبيه ما اثر على حياتي التدريبيه خارج النادي الاهلي حتى. يعني كل الناس اللي بتفكر يقول لك ده فتحي مبروك ابن النادي الاهلي ما بيخرجش من النادي الاهلي. بالظبط بالظبط، دي حقيقه فعلا، ودي حقيقه. ما انا عارف يعني، انا عارف لما انا افكر اجيب الكابتن فتحي مبروك كنادي اقول لك لا ده كابتن، ده كابتن في النادي الاهلي. اه ما بيخرجش ورا النادي الاهلي يعني، الموضوع صعب. اه طبعا. يعني شفنا مباراه كاس مصر كابتن فتحي، وشفنا الاسيوطي كان عمل مفاجاه كبيره جدا ان هو خرج النادي الاهلي من كاس مصر، والنهارده يعني كان ند عنيد جدا لسموحة وخسروا بضربات الجزاء الترجيحية في آخر ضربة جزاء. يعني باد لك. كان شايف برضو هزيمة الأهلي من من الأسيوطي، شفتها بشكل أو بعينين الكابتن فتحي مبروك إزاي؟ بص أنا يمكن أنا شخصيا بعذر الكابتن حسام في الفترة دي بصراحة، يعني ليه؟ حتى بغض النظر عن هزيمة مباراة الزمالك، في دايما في علم التدريب، في علم التدريب دائما الفرقة أو اللعيبة بتوصل للتوب فورم، دي معروف في علم التدريب، ولكن بتبقى في فتره لازم الكيرف الفني ينزل. بالظبط. ولكن هي بس اللي خلت التاثير ده الماتشين ورا بعض، يعني خلت التاثير الجماهيري رد فعل وحش ضد الكابتن حسام، ان الامور كلها جت ماتشين ورا بعض، وخصوصا مباراه الزمالك. مباراه الزمالك برضو يمكن ليه، لان احنا متعودين الفتره الاخيره نكسب الاهلي بيكسب بس هو مستمره، وكان في ثقة كبيرة جدا ان الاهلي يكسب هذه المباراة. بالظبط. ولكن الكابتن حسام انا بحطه تحت اطار ان هو كان معذور جدا. ليه؟ كان في اصابات، في ناس مؤثرة جدا في الفرقة. حضرتك كنت حاسس ان الزمالك هيكسب كابتن فتحي؟ يعني المباراة ابتدت، المباراة لما ابتدت احساس كان عندي ان الزمالك بيلعب بروح اقوى من النادي الاهلي. النادي الاهلي كان فيه ثقة في الاداء، فيه ثقة في هدوء اللعيبة نفسها، اللعيبه نفسها كانت عندها ثقه ان هي هتكسب في اي وقت. بعكس نادي الزمالك، نادي الزمالك كان في الحماس والروح، هو الاهلي مؤشرات ولا دافع، مؤشرات سيب الدوافع، انا بقول ده دي قمه لوحدها. يعني النادي الاهلي حسم البطوله من فتره. ولكن ماتش الاهلي والزمالك دائما في قمه، اكيد قمه، ودائما أكيد. في فكر الناس، ودائما في دايما بيتحط في الاحصائيات، ودايما بيتحط في السي في حتى بتاع اللعيبه، ان موسم 2018 الزمالك كسب النادي الاهلي 2-1. فالامور دي كلها انا حسيت ان النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي فيه هدوء. يمكن الكابتن حسام حتى في تصريحاته بعد المباراه قال ان اللعيبه كانت نازله في ثقه في الاداء، وفي ثقه انها تكسب في اي وقت. في ثقه انها تكسب في اي وقت. فطبعا الغيابات، الثقه الزياده اللي اللعيبه نزلت بيها، يمكن ده يمكن برضه ماتش الزمالك يمكن خسرناه. ماتش الاسيوطي، طب خلينا عن ماتش الزمالك. يعني ليه الموضوع اختلف بين 2007 و2018؟ يعني 2007 مستر مانويل جوزيه مشي خالص، ساب الفرقه. والزمالك كسب. لو حضرتك تفتكر الماتش ده، اعتقد كان تامر عبد الحميد وشيكابالا. الموضوع عدى يعني مر مرور الكرام، الاهلي كان حسم الدوري، مستر مانويل جوزيه سافر اساسا، تولى المسؤوليه الكابتن حسام بدري، اما ريح اللعيبه الكبار كلها واشرك اللعيبه الصغير او اللي ما بتلعبش. ليه بقى رد الفعل مختلف قوي السنه دي؟ هقول لك رد الفعل ليه مختلف. يعني خلينا برضو بنتكلم بواقعيه. وسائل الاعلام النهارده اكتر ولا في 2007؟ وسائل الاعلام دلوقتي كتير. دلوقتي النهارده في ميديا كتير جدا تقدر النهارده بتتعامل مع موقف ان الاهلي اتغلب من الزمالك، بتتعامل في كل انحاء مصر وكل انحاء العالم والوطن العربي وكل الدنيا. فبيبقى اصبح النهارده تاثير الهزيمه مؤثر كبير جدا على جماهير الكره المصريه وجماهير النادي الاهلي خاصه. تمام. فدي الحاجات اللي بتخلي دايما، يعني 2007 مرت مرور الكرام زي ما انت قلت. بالظبط. ولكن 2018 ما مرتش مرور الكرام. ولا كان مستر مانويل جوزيه كان مدي تمهيد قبليها ان انا مسافر ماتش مع ما فيش اي اهميه لينا يا جماعه، ولا ما هو الماتش ده ما كانش اهميه خالص. ما انت رايح حاسم بطوله. بالظبط. ولكن زي ما قلت لك اهلي وزمالك، اهلي وزمالك بتتحسب لك في التاريخ. تمام. بتتحسب لك، انت خدت بطوله ما خدتش بطوله، المباراه دي محسوبه. تمام. محسوبه على النادي الاهلي انه اتهزم في اخر مباراه في الدوري العام 2018 من الزمالك 2-1. فبتتحسم الامور دي كلها. ولكن زي ما قلت لك ردود الفعل الجماهيريه دلوقتي يعني اكتر من 2007 بكتير، اكتر من بالظبط. ليه كمان؟ مستر مانويل جوزيه كان عمل نتائج هايله في النادي وبطولات وفاهم، فالناس حتى لو ما فيش عادي، لان الناس برضو كانت فيها عشق لمانويل جوزيه، عشق مش طبيعي، عشق جامد قوي لمانويل جوزيه. فكان الناس اي هزيمه حتى لمانويل جوزيه ما كانتش الناس بتطلع تتكلم كتير، خلي بالك كابتن فتحي كان في جمهور،
كان في جمهور وكان في جمهور ما وكان في جمهور ما كانش في حد بيهاجم يعني ليه كان في ارتياحيه النادي الاهلي واخد بطولات كتيره في عهد مانويل جوزيه بس فده الفوارق اللي بين 2007 و2018 تمام نروح لمباراه الزمالك الاهلي والاسيوطي ده كان الاهلي والزمالك اللي حضرتك اللي حضرتك كنت متولي المسؤوليه الفنيه فيه و2-0 نادي الاهلي ده كان في برج العرب بالظبط برج العرب ومؤمن سليمان ومؤمن زكريا سوري مؤمن زكريا جاب الهدفين وده كان موقف يمكن اللي حصل فيه رمضان صبحي وقف على الكوره بالظبط وقف على الكوره ساعتها وسئلت ايه يا كابتن قلت لهم لا دي مهاره يا جماعه في ايه فعلا انا والله دي مهاره بس هي بتعتبر في مصر بياخدها بجانب سلوكي شويه والله فعلا يا كابتن مهاره فعلا انا بستغرب كان ماتش رائع يا كابتن فتحي يعني كان ماتش لا كان ماتش رائع وانت عارف المفاجاه اللي فاجئنا بيها اللي فاجئنا بيها انا فاكر يا كابتن حميد ان انا قبل المباراه بالليل خدت اللعيبه خدت ثلاثه لعيبه الاستوبارات قلت العب بثلاث استوبارات فلات كنت العب بثلاث استوبارات فلات ليه؟ لان كنت انا في بالي منك كنت قلق من الزمالك لان الزمالك كان عنده لعيبه كويسه قوي بالظبط وكانت الحته دي قلت وكان عنده مدير فني اجنبي وطبعا والامور كلها يعني كانت الامور دي كلها برضو خلتني فكرت كويس ان انا المباراه دي العبها بثلاثه فلات ولعبت بثلاثه فلات وكانت من المباريات الرائعه اللي ادينا فيها المباراه وكان حتى وليد سليمان انا كان فاكر بيلعب باك ليفت وباسم كان في الجنب اليمين يعني كانت الامور كلها حتى كان في طابع هجومي رائع رائع ومؤمن زكريا سجل الهدفين بس كانت عايزه قلب جامد قوي يا كابتن فتحي ما تخافش انا قلبي جري ما تقلقش يعني انا بقى عندي انا ثلاثه فلات ويبقى لا ما انا ده انا شرحت لهم وقعدت وفهمتهم وكله مش ليبرو مش ليبرو تمام يعني مش ليبرو لا ثلاثه فلات يعني كل واحد النهارده بيشتغل ليه النهارده توظيف وليه وظيفه النهارده زاد باسم اتضرب في الجنب اليمين في تغطيه الجنب الشمال في تغطيه كل هذه الامور وتتناوب النهارده رقابه راس حرب وان انا اقدر استوعب او اقدر اخلي لعيبتي تستوعب فكري قبل المباراه بيوم والله استواب يا حد دلوقتي عارف لا كابتن دي مهاره في حد ذاتها وعارف دلوقتي في الكره الانجليزيه بيلعبوا بثلاثه فلات وفي فرق كتير بتلعب بثلاثه فلات لحد يومنا هذا دلوقتي يعني 3 4 3 دي او 3 3 ساعات في فرق بتلعب 3 3 في 3 4 3 وفي يعني برشلونه ساعات بيلعبوا 3 4 في فرق كتيره يعني حسب امكانيات لعيبتك بتفكر وبتحط تكتيكك المناسب واسلوبك المناسب وانت عندك بصراحه لعيبه تعمل لك اي حاجه كان في الحمد لله اللعيبه ولا زالوا يا كابتن ودلوقتي موجودين لعيبه النادي الاهلي بص النادي الاهلي من احسن اللعيبه المتواجده في مصر لعيبه النادي الاهلي يعني لعيبه النادي الاهلي ولعيبه نادي الزمالك في برضه مجموعه كبيره من اللعيبه كويسين في انديه كتيره برضه عندها لعيبه كويسه ولكن النادي الاهلي دائما بيبقى عنده حافز بطوله دائما تحس كل الامور وكل عوامل بتساعده جماهير عريضه ما شاء الله اعضاء نادي الاهلي ما شاء الله الاعلام اللعيبه مجلس اداره كله يعني مجلس اداره بيساند الفرقه بشتى الطرق عشان تاخد بطوله كابتن فتحي بتحب اللعيب المهاري ولا بتحب اللعيب المنفذ ولا بتحب ان انت تعمل اللعيب وتقول له اعمل كذا وكذا وكذا يعني لعيب ملتزم تكتيكيا باللي انت هتقوله لا هو في بص انا يعني برضو الحته دي برضو نتكلم فيها انا احب اللعيب دائما وخصوصا في حته الدفاع لازم يبقى ملتزم دفاعيا لازم يبقى ملتزم اللعيب المهاري تستوجب ان انت تحبه وتقدره وفعلا تقول ان كويس ده في الشق الهجومي الشق الهجومي لان اللعيب المهاري النهارده ممكن يخلق لك جول ممكن يسجل لك جول اذا كان النهارده عنده مبدا المراوغه والدريبلنج الحلو قوي ممكن يعمل لك جول فانت ما تقدرش النهارده ولكن بيبقى في شق برضه التزام تكتيكي يعني حتى مهاريا في شق التزام تكتيكي اذا كنت انت بتلعب على الاطراف الناس تنزل تساعد الظهير دي كل هذه الامور بتستوجب ان انت اللاعب المهاري برضه بتحاول بقدر الامكان يبقى في جانب التزام تكتيكي يقدر يشتغل بيه اللي انا عايز اعرفه بقى كابتن فتحي دايما بيتولى المسؤوليه بعد مش هقول وقوع يعني بقى عرقله هنقول عرقله بترجع اللعيبه ازاي انت حضرتك قلت لي بسرعه انا بتكلم اللعيبه نفسيا بص انت طابع حبك للفانيلا الحمراء حبك للنادي الاهلي دائما بيبقى دايما المدير الفني خلاص النهارده انت مولود في النادي الاهلي النهارده حبك للنادي الاهلي النهارده انت مش عايز تتغلب النهارده روحك اللي انت اديت بيها مشوارك في النادي الاهلي هتديه للعيبه وخصوصا زي ما قلت لك اذا كانت الفتره بتبقى قصيره مش هتلحق
جوانب تكتيكيه واسلوب لعب وتغيير مفهوم كل هذه الامور. فانت بتشتغل على جانب نفسي وجانب زي ما قلت لك معنويه وجانب بقى ان انت نادي اهلي لازم تحسم هذه البطوله بروحك القتاليه. لان دائما جماهير الاهلي دائما جماهير الاهلي اذا خدت بطوله وبروح قتاليه عاليه بتحسبها لك في التاريخ اكيد، وبتقول النادي الاهلي كسب بالروح مش كسب بالاداء الفني. اكيد اكيد. يعني برضو السؤالي برضو لان انا يعني الاسئله دي لما الناس عارفه ان حضرتك بتنورنا هنا دايما ببعتولي انا عايزين نعرف من الكابتن فتحي الخبايا بقى. بيتعامل مع النجوم كابتن فتحي مبروك، بتكلم كابتن فتحي مبروك بشخصه، بيتعامل مع النجم غير اللعيب اللي هو العادي؟ لا بيني وبينك انا يعني ده اي مدير فني على فكره لازم يتعامل مع النجوم معامله. والنجم ده اللي ادى حياته في النادي الاهلي ونجم ليه تقله وليه تقله في النادي الاهلي وفي المنتخب وعنصر مهم في فرقتك، لازم تتعامل معاه بمقاييس مختلفه عن واحد لسه طالع او واحد بقاله سنه او سنتين. لان انت بتديله دائما لسه طالع سنه او سنتين النهارده اتعلم من فلان، اتعلم من كذا، اتعلم من الراجل ده، اتعلم من الراجل ده، اتعلم الروح، اتعلم الاداء، اتعلم الالتزام، اتعلم كل هذه الامور. لازم يبقى في فرق ان انت بتعامل واحد النهارده لعيب النهارده بقيمه كبيره ولعيب لسه طالع للنادي الاهلي بيلعب سنه او سنتين. حتى اللعيب اللي جاي من بره، حتى اللعيب اللي جاي من بره وكان ليه نجوميه بره لازم تقول له تعامل زي يعني اتعلم من نجوم النادي الاهلي. وانا مرت عليا موقف على فكره كتير قوي ويمكن هقول لك، انا هقول لك بموضوع. طب قبل ما تقولي الموقف يا كابتن، بتحب النجوم؟ انا احب النجوم تمام. طب احب النجوم ولكن الخروج تمام. لا مليون في المية معايا. الخروج عن النظام النادي الاهلي ما مش هيبقى نجم ومبادئ النادي الاهلي مش لو خرج مش هيبقى نجم. انا بتكلم مش لا هيبقى نجم بس يبقى فيه محطوط في اطار ان فيه لازم تبقى فيه عقوبه. لا انا قصدي يا كابتن فتحي النجم هو نجم في كل شيء. النجم في كل شيء بالزبط. سلوكه وادائه فنياته وتعامله وتواضعه، حتى تواضعه مع الجماهير. يعني حتى تواضعه مع الجماهير لازم. انت النهارده النجوميه دي ربنا سبحانه وتعالى بيديها لك ليه؟ بيديها لك ليه؟ لان الناس والجماهير بيحبوك بالزبط. فالنجوميه جايه من كده بالزبط. يعني مش جايه من ادائك بالزبط. لا ده جايه من حب الناس ليك بالظبط. فالنجوميه دي مش شيء مش بسيط يعني. طب ما تحكي لي على موقف مع نجم حصل مع حضرتك؟ يعني انا كنت اعتز بال لا انا نطلع فاصل طيب اطلع نطلع فاصل ونرجع نشوف موقف الكابتن فتحي مبروك مع احد نجوم النادي الاهلي. فاصل واستنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني قبل الفاصل الكابتن فتحي مبروك كان بيقول ان هو بيعشق النجوم لكن بمواصفات خاصه، وقال ان هو ليه مواقف مع النجوم. هو النجوم دايما انا بعتز بيها تمام، ودايما بتبقى مثال لاي لعيب سواء من فرقه الشباب او سواء جاي من بره النادي الاهلي. اكيد حقيقي يعني انا أكيد. كنت بتعامل مع هذا المعايير مع اي نجم، مع اي نجم حتى لو جاي من خارج النادي الاهلي وله نجوميه خارج النادي الاهلي ولكن انضم لفريق النادي الاهلي او انضم لي تيم النادي الاهلي فلازم يتعامل كنجم ويتعلم من النجوم. اكيد. يعني هقول لك على مواقف يمكن صالح جمعه. صالح جمعه لعيب هايل فنيا ما تقدرش ما حدش يقدر يختلف على فنيا، ولكن معايا انا قلت له قعدت معاه مره قعده وقلت له صالح لازم تعيش في منظومه نادي اهلي، ما تعيش لوحدك، ما تبقاش انت دايما لوحدك انطوائي، لا عيش وتعلم من نجوم النادي الاهلي وتعلم حياه وسلوك واداء وكل هذه الامور من خلالك تعاملك مع النجوم. لان نجومك ده كان في حسام غالي وحسام عاشور واحمد فتحي ووليد سليمان ورمضان صبحي والناس كلها النجوم وعبد الله السعيد، كانت النادي الاهلي مليان نجوم. قلت له تعامل عيش مع الناس دي وتعامل معاهم واقعد معاهم وتعلم اتعلم ايه فكر الناس دي وايه اللي دائما مش في الملعب بس خارج بقى الملعب. يعني اتعلم الناس دي عايشه ازاي خارج الملعب. مفيش حد فيه بيبقى ذهنه مشتت في اي حاجه تانية. قلت له خلي بالك الحاجات دي هتتولد نجم داخل النادي الاهلي. فعلا دي حقيقه. وفي نجوم ممكن مش عايز اذكر طبعا كابتن محمد ابو تريكه نجم جاي من نادي الترسانه ولكن عاش في النادي الاهلي بسلوكه بادائه فنيا نجم في النادي الاهلي. كان حد يسمع محمد ابو تريكه في نادي الترسانه؟ ما كانش حد يسمع عنه. صالح الجمعه قلت له عيش حياه النجوم في النادي الاهلي ولكن تعليمات
سلوك نادي الاهلي لازم تتعايش داخل منظومه النادي الاهلي. منظومه النادي الاهلي دي مهمه بالظبط. فطبعا هو يمكن اقتنع بهذا الكلام، اقتنع بهذا الكلام كتير جدا، وزي ما قلت لك فنيا لعيب هايل، ولكن هو تفكيره منصب على حياه، على حياه ان هو اللي كان نجم في النادي الاهلي، لا نجم في النادي الاهلي في اطار، في اطار النهارده بالظبط النادي الاهلي بالظبط، في اطار لان كل خطوه محسوبه عليك، كل خطوه انت لو مشيت من تحت الرصيف الناس هتقول لك يا بص الكابتن صالح الجمعه مش تحت الرصيف بالظبط. فالامور كلها بتحسب لاي نجم داخل النادي الاهلي، الامور كلها بتحسب. فصالح يمكن الله اعلم بقى، ما اعرفش بعد كده اللي حصل من الاجهزه الفنيه هل استوعب هذا الدرس ولا ما استوعبوش. يمكن برضه من الامور احمد الشيخ لعيب هايل، احمد الشيخ كان ما حدش يقدر، لكن كلامك اثر في صالح يا كابتن؟ المفروض يكون اثر فيه، المفروض الفتره اللي كنت معاه فيها لا كان معايا ماشي كويس جدا جدا جدا، وكان ملتزم كان ملتزم، بس بقى ابتديت اسمع كلام، وانت عارف الميديا دلوقتي كتير يعني اي لعيب النادي الاهلي تحديدا عليه، ولاعيبه النادي الاهلي بيبقى عليه سبوت دائما دائما في اي خطوه بيخطوها عليه سبوت. فكنت انا كنت بحذر، تحذرت صالح قلت له خلي بالك انت في النادي الاهلي هتلاقي كل خطوه محسوبه عليك، كل كبيره وصغيره محسوبه عليك. طب ابرز مواقف النجوم معاك كابتن فتحي، يعني موقف معلق في دماغك؟ بص هو مش موقف، لو ينفع نقوله يعني هو موقف معلق يمكن، يعني حصل برضو شيء كده من تخطي يعني المألوف داخل جهاز النادي الاهلي وداخل منظومه النادي الاهلي، وكان مواقف يعني حصل فيها شيء من الشد والجذب كده، كان بين الكابتن وائل جمعه وكان بيني وبين بعض اللعيبه، وخدت قرار بايقافهم يعني، والدنيا اتقلبت عليا يوميها يعني، الدنيا اتقلبت عليا قلبه جامده جامده يعني. الدنيا اتقلبت بس النادي الاهلي زي ما احنا ماشيين، ولا اتقلبت في النادي الاهلي كمان؟ اتقلبت داخل النادي الاهلي. دي غريبه، اتقلبت داخل النادي الاهلي يعني. كان في ناس بتحاول بقدر الامكان يعني تخليني اتنازل عن القرار اللي خدته، قلت لهم لا مشوني بس ما تنازلش عن قرار خدته في مصلحه نادي اهلي مش مصلحتي انا، وده اللي احنا متعودين عليه. قلت لهم ده مصلحه النادي الاهلي مش مصلحتي انا، وخصوصا اذا كان نجم، النجم النهارده لما يعمل تصرف غير لائق النهارده الولاد الصغار اللي طالعه تقول ايه بالظبط. فهذا القرار خدته، كنت خدته عن فعلا ضروره ان لازم يبقى في موقف، بس الدنيا اتقلبت عليا معلش بس يعني بالآخر. الترابيزه عارف لما بقول لك الترابيزه اتقلبت عليك، الترابيزه اتقلبت عليك. الكابتن فتحي مبروك طلع صح. ما هو انا الحمد لله صح، لان انا مقتنع زي ما قلت لك، انا مقتنع متربي في النادي الاهلي، لينا مبادئ في النادي الاهلي، في سلوكيات في النادي الاهلي لازم نعيش عليها، وخصوصا دول النجوم. عشان كده بقول لك ان اللي نجح النادي يا كابتن، وده اللي نجح، وده اللي نجح النادي الاهلي. النادي الاهلي ما عندوش كبير، النادي الاهلي ما عندوش كبير، النادي الاهلي دائما مبادئ فوق كل الاعتبارات بالظبط بالظبط. بس ساعتها بقى اتقلبت عليا الدنيا، وعشان خاطرنا ومش عارف ايه، وما فيش في النادي الاهلي عشان خاطرنا، وانا قلت لهم مفيش انا خدت قرار استحاله تاني. لو عملنا عشان خاطرنا نبقى زي اي نادي تاني، قلت لهم استحاله اتنازل عن هذا القرار، وانا لو اتنازلت مشوني. اه والله يعني ما هو في رجال كده يا كابتن شكلهم شكل النادي الاهلي، وحضرتك اكيد منهم يعني. عشت وتربيت وعرفت ايه النادي الاهلي يعني ايه، وعرفت قيمه النادي الاهلي. لو انا النهارده خرجت على المألوف في النادي الاهلي خلاص اصبحت الدنيا. طب يعني اجمل موقف بقى مع النجوم او مع نجم؟ شفت في مواقف كتير يعني مع النجوم يعني مواقف انا كنت فخور بيها برضو لما خدت بطوله الدوري 2013، لان النجوم برضو ايه اللي ساعدت فتحي مبروك ياخد هذه البطوله. يعني برضو دي مواقف انا شايفها كويسه جدا جدا من النجوم، وكانوا اللعيبه على مستوى المسؤوليه يعني لعيبة على مستوى المسؤوليه، ودي دائما سمت نجوم النادي الاهلي. النهارده حتى لو مدير فني جاي النهارده عليهم جديد من 2003 ما اشتغلتش في الفريق الاول، ولكن ساعدوني ان احنا ناخد بطوله اكيد النجوم اكيد. تيجي نشوف وقفه رمضان نفكرك ايه؟ رمضان قريب بقى، كل سنه وانتم طيبين. وكابتن فتحي قال ان هي دي مهاره، لو هي جاهزه معاك يا احمد عادل يعني نفكر. انا كنت شايف ان هي كانت واقفه عادية بصراحه يعني، ورمضان صبحي ما شاء الله كان كله مهارات. وبعدين الكوره مطلوب فيها شويه استفزاز، طالما استفزاز يعني ايه يعني؟ ما هي دي كانت استفزاز، هي مش اكتر من كده يعني، اكتر من استفزاز وثقه وانت كسبان. هي من الجانب التحكيم لازم، انا بشوفها يعني في وجهه نظري ممكن
يبقى سوء سلوك. ولكن الحكم ما تغاضى عنها, ما اتكلمش. اتعاملت من لعيبه نجوم كتير, واتعاملت من نجوم بالزبط كتير بالزبط. يعني ساعات نجم الكره جايه له يروح نازل بركبته موقفه بركبته وتقف تحتيه, وده كريستيانو بيعمل حاجات يعني حاجه غريبه الكره بظهره يعني صلامه ما هي بس كانت التوقيت التوقيت زي ما قلت لك دائما كسبان بتتاخد بتتاخد بمفهوم تاني عن الدنيا. خلاص كفايه بقى احمد عادل عشان اللبش المواجع بقى. بالظبط. طيب خساره الاهلي من اسيوطي وخروجنا من كاس مصر, برضه حضرتك شفت الموضوع ازاي؟ الموضوع بص, الموضوع طبعا لما تيجي تبص تحسمها انت ناقص خط فرد لاين فرد بحاله. بالظبط. عزارو مش موجود, مكاييه مش موجود, معلش عبد الله السعيد برضه ليه دور, عبد الله السعيد ما كانش موجود, فناس كتير ما كانتش موجوده. النادي الاهلي, النادي الاهلي دائما يعني مميز في الشكل الهجومي, نسبه تهديف عاليه جدا في الدوري. بالزبط. ونسبه قليله داخله في اهداف, فدفاعين الحمد لله كويسين, ولكن زي ما قلت لك الامور كلها دائما مسابقه كاس مصر دي ما تقدرش النهارده تجزم ان انت ممكن تفوز بمباراه, ما تقدرش يعني ما تقدرش تجزم تفوز في فزعنا من السنين, فاكر بني عبيد باين طلعت الزمالك مش كده؟ بالظبط بالظبط. فدائما بتحصل مفاجآت, واحنا طلعنا من بطوله اسيوط, واحنا يعني واحنا طلعنا في فاكر الاسيوط, فدائما المفاجآت بتبقى وارده, ولكن زي ما قلت لك في فرق بين اداء, في فرق بين اداء, وفي فرق بين لعيبه عايزه بطوله, وفي فرق بين اداء لعيبه يعني نازله في هدوء فالغيابات اثرت على اداء النادي الاهلي. لازم كان الديفنس في هذه المباراه يفطن لسرعه عمر كمال عبد الواحد, دي المشكله بتاعتي. لازم انا اول بص انا كنت في معلش انا اتكلم برضه, كنت في احد القنوات والله العظيم قلت لعمر كمال عبد الواحد الكابتن علي هيلعب راس حرب, الكابتن علي هيلعب راس حرب عشان سرعته, وعمر كمان عبد الواحد لو جات له كوره واستغل سرعته هيجيب جول. ده قبل ما يجيب جول, وبعديها يمكن بدقيقتين حصل الموقف ده وحصل هذا الجول. فاذا كان هناك برضو ده اخطاء من خط دفاع, يعني اخطاء من خط دفاع في توقيت قاتل, يعني في توقيت قاتل. طب ليه يعني احنا قلنا ماتش الزمالك كان اللعيبه نازله الموضوع بالنسبه لهم مش فارق كتير, الاهلي حاسم الدوري, لكن فين بقى الروح بتاعه الكاس؟ وليه شفنا الاداء في الشوط الاول تحديدا كان باهت جدا برضو من يعني شفتها ازاي؟ بص في اداء فني طبعا, انا بقول ايه يعني احنا بعدنا بقى عن الغيابات والغيابات المؤثره, في اداء فني اداء فني دائما بيحطك انت في اطار, في اطار ان انت تبقى وحش, او اطار ان انت ما بتجيبش جول, او اطار ان انت ما بتهاجمش, او اطار ان انت مش خالق فرص. دائما التنظيم الدفاعي, والكابتن علي ماهر يمكن لعب على هذا التنظيم الدفاعي على فكره في الشوط الاول, لعب تنظيم دفاعي هايل يعني برضو كثف حته ظهر, كثف وسط الملعب, ابتدى يرتد, يمكن انا فاكر قوي حتى يمكن كانت اللعيبه كلها بترتد, شلونجو ده كان بينزل تحت الدايره. طب استنى بقى يا كابتن عشان انت بتتكلم في حاجه انا بصراحه بحبها جدا, بتتكلم عن تكثيف التكثيف. دلوقتي الحاله الدفاعيه هل هي تكثيف زي ما حضرتك بتقول او كسره عدديه في منطقه الكوره, ولا لعيبه بتعرف تدافع؟ لعيبه الموضوع ده لا الموضوع ده بيفرق كتير جدا. بص انت حضرتك النهارده بيفرق كتير مع الفرق الكبيره, بتهيئ اللعيبه النهارده التنظيم الدفاعي, اصل التنظيم الدفاعي ده اسلوب لعب. بالزبط. التنظيم الدفاعي ده اسلوب لعب, بالتنظيم الدفاعي فيه دفاع بقى فردي ظهير مش عارف ايه مع الراجل اللي في الجنب مش عارف كل هذه الامور, ولكن التنظيم الدفاعي الجماعي هو ده اللي تغلب في مباراه الاسيوطي, وخصوصا زي ما قلت لك في الشوط الاول, لان في كثافه, في لعيبه بتلعب بروح قتاليه عاليه جدا, لعيبه الاسيوطي برضو بيلعبوا بروح قتاليه عاليه جدا, في الاعتماد على حاجات في منتهى الخطوره, شلونجو ده والناس اللي كانت بتلعب برضو ناس مميزه. فالكابتن علي لعب على هذا الاسلوب, ولعب بتكثيف زي ما قلت لك تكثيف دفاعي, وحط العناصر اللي هي تقدر تستوعب اي كرات عرضيه اللي من النادي الاهلي تقدر تتعامل معاها. تمام. التعامل زي ما قلت لك برضو ناقص وليد ازارو في الحاجات في التحركات. وليد ازارو لعيب في التحركات, لا ده بقى ما شاء الله يعني هو من والله من يوم ما جاء لا ما شاء الله, حتى من بعد بص بعد ما جه لا هو برضه اللي تهديفه لا هو جه برضه في تطوير في الاداء قوي بصراحه طبعا. يعني بعد ما جه من الناس اللي بتتحرك كويس قوي, الناس اللي عندها سرعات, الناس اللي بتقدر تهدف, فطبعا انت بينقصك راس حربه مميز زي كده برضه في الامور دي,
مروان يمكن كويس وكل حاجه، ولكن البعد برضه عن الماتشات بصفه مستمره بيخليك تبقى نازل. هو مروان شكل ووليد ازارو شكل. لا يعني وليد في تحركاته، وليد في تحركاته اخطر واسرع، يعني اخطر واسرع. فالحته دي برضه فرقت يمكن مع الكابتن حسام وفي الماتش، ولكن زي ما قلت لك احنا كنا لازم نستوعب حته التنظيم الدفاع والهجمات المرتده. ما استوعبناهاش. يعني ده ماتش التقلي بتاع ده ماتش ده السوبر المصري. ده ماتش السوبر اللي كان ماتش السوبر هنا خطا حارس المرمى وسجل منه وليد ازارو يمكن الهدف ده. فاحنا بنقول ان دائما التنظيم الدفاعي وتبقى حريص جدا من مرتدات، وخصوصا هو لعيب لك واحد عمر كمال عبد الواحد لعيب سريع، واحنا عندنا يعني مش عايز اقول بوت، عندنا بوت انيستا مش بوت. خلي بالك اخطر لحظه في المباراه ان الاستبارات يبقى داعي عينه على الكوره وعينه ويسرح. اخطر لحظه زي اللي حصلت دي، ما اللي حصلت كده بالظبط، اتلعبت في وسط الاثنين. عمر كمال عبد الواحد وسايبين له عمق الدفاع مفتوح، وسايبين له عمق الدفاع. عمر كمال عبد الواحد كان اسرع من الاثنين يسجل الهدف للاسف. فهي الظروف بقى بتحطك دائما زي ما قلت لك. ماتش زمالك، ماتش اسيوطي، الناس ابتدت تبقى قلقه، جماهير الاهلي ابتدت تبقى قلقه. كابتن فتحي، في ظل اللعيبه اللي موجوده حاليا وظل التشكيل الموجود حاليا، تشكيله اللعيب وظل الغيابات اللي موجوده، تحب يعني كابتن فتحي مبروك شخصك بعيد عن اي حاجه، تحب تلعب باي طريقه مع اللعيبه دي؟ بص، هو الفكر التدريبي بص، معظم على فكره معظم فرق مصر بتلعب 4-2-3-1 بالظبط. يعني معظم فرق مصر دلوقتي اصبحت بتلعب 4-2-3-1، ولكن الناس اللي بتلعب يعني راس حربه واحد تحتيه، راس الحربه اللي تحتيه ده لازم يكون عنده فكر راس حربه. يعني بالزبط. كانك بتلعب براسين حربه تحت بعض بالظبط. لازم يكون عنده الفكر ده، ولازم يكون عنده الموهبه، ولازم يكون عنده النهارده التكمله هداف اكتر منه طبعا. ولازم يكون هداف. يعني كل هذه الامور لازم يبقى عنده هذا الفكر. ف 4-2-3-1 الناس اللي في الجناب اللي بيمتازوا بالسرعه والاختراقات والتحرك للداخل، لان في ناس انا بحس ان هي عشان هو بيلعب 4-2-3-1 الناس اللي على الاطراف واقفه قفل حتى على الظهير ما بيتحركش. فلازم يكون لي تحركات، ولازم يكون لي انطلاقات، ولازم لو اتحرك راس حربه مثلا جهه اليمين هو لازم يبقى يقطع راس حربه ثاني. فكل هذه الامور معظم الفرق في مصر بتلعبها ولكن احنا النادي الاهلي مشكله دلوقتي ما لقاش البديل لعبد الله السعيد. دي اللي خلينا بنتكلم فيها بواقعيه. ما لقاش بديل عبد الله السعيد لحد دلوقتي، لان عبد الله كان ليه فكر، ليه رؤيه كويسه قوي، بيكمل ورا وليد ازارو، سجل اهداف كتير. فالحته دي برضو الكابتن حسام معذور فيها. طب ما احنا ما اتكلمناش على عبد الله السعيد غير لما خسرنا كابتن فتحي. يعني كل الماتشات اللي كسبنا فيها ما حدش فتح بقه خالص ولا جاب سيره عبد الله السعيد. ما هو ليه بقى كله قال عبد الله السعيد ليه؟ لان انت تعالى هجوميا ما تلاقيش برضو، خلي بالك الخطوره اللي كانت بتتعمل لو وليد ازارو موجود واجاييه، كان في تحس فيه مثلث، هتحس فيه مثلث وفكر وفي ربط بينهم الثلاثه. هم كانوا عملوا فعلا خلاص بقى بينهم حاله انسجام. ما بقول لك لا، ده كان في حاجات عبد الله واجاييه، كانت في حاجات بتتعمل هايله. يعني كانت حاجات فعلا، يعني تشوف اجاييه بعد عبد الله ما فيش تحس ان هو بعيد خالص عن حته، اكيد بيدور على، فاهم قصدي؟ فالحته دي كان لا، في هرموني بينهم الثلاثه كان حلوه قوي. وعشان كده نسبه التهديف النادي الاهلي كانت عاليه جدا جدا. ولكن الكابتن حسام معذور، لان لسه برضه عايز يشوف ايه البديل اللي ممكن يتحط في المكان ده يعوض. طب لو حضرتك مكان الكابتن حسام تتصرف ازاي؟ انا كان ليا وجهه نظر، يعني كان ليا وجهه نظر في المشوار اللي احنا كنا فيه ده، او التوقيت اللي احنا كنا فيه. انا يعني كل واحد طبعا له راي الفني وله الراي الاول والاخير، واحترم راي الكابتن حسام البدري، ولكن انا حسام غالي. دي كان سؤالي اللي جاي بس. يعني حسام غالي كان ممكن يبقى بديل حلو قوي في الحته دي. فكر كويس، ليه رؤيه حلوه قوي، عنده برضه حواجات هجوميه كويسه. فانا انا شخصيا لما تيجي تقول لي اسال لك. والله يا كابتن فتحي، انا اتكلمت بعد ماتش الاهلي والاسيوطي لما حسام غالي نزل قلب الدنيا كلها. حضرتك طبعا اتفرجت على الماتش. لا انا بغض النظر على فكره ماتش الاهلي والاسيوطي، بغض النظر انا الكلام ده اتقال انا قايله، يعني قايله من فتره كبيره بالظبط، ان الوحيد اللي هيقدر يعوض المكان ده بخبرته حسام غالي. بغض النظر اذا كان واخد قرار اعتزاله، ولكن الفتره دي محتاجاه محتاجه قوي. عشان كده انا بعد الماتش قلت يا جماعه
لا انا يمكن انا ايه لما نقول له حسام استنى شويه بصراحه انا ايه لما يعني فتره من اول ما عبد الله سعيد مشي الخبايا طبعا انا بتكلم بصفتي ان انا قاعد لا انا من اول ما عبد الله سعيد مشي قلت الوحيد اللي يقدر يخلق المكان ده ويشتغل في المكان ده برؤيه كويسه وفنيا كويس وقيادي كويس داخل الملعب حسام غالي. طب ليه لا يا كابتن فتحي؟ دي وجهه نظر مدير فني واحترمها واقدرها ما اقدرش ان انا يعني اتدخل في حاجه بصراحه يعني اكيد الكابتن حسام بدري هو ادرى زي ما حضرتك بتقول لا برضه قراره يحترم بنقول واي مدير فني على فكره اي مدير فني له حريه تشكيل والتغييرات لا 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 لا, لا يعني ما تقدرش النهارده ده رايه في الاول في الاخر ان هو اللي بيتحمل المسؤوليه في الاول في الاخر هو اللي بيتسال في الاول في الاخر لكن احنا بنقول لا انا بقول لك وجهه نظري بالظبط كلنا يعني وجهه نظر كلنا قلنا ان حسام غالي ممكن يستنى شويه كمان يعني مفيش مشكله حسام غالي لسه حسام غالي مش كبير قوي مش اللعيب اللي هو كبير لا ويقدر يشتغل يقدر بيلعب بدماغه مش هو كمان لما بيتمرن بيبقى فت بيبقى كويس قلبه كمان بيعوضه حاجات كتير جدا بيبقى كويس شخصيته لكن زي ما حضرتك قلت في الاول وفي الاخر اكيد كابتن حسام هو ليه حريه الاختيار لكن حسام غالي هو بيقول ان انا سمعت اراء كثيره جدا لا حسام غالي طالما دلوقتي بيعتزل وهو في قمه عطائه انا ضد المبدا ده تماما يا كابتن لا انت توقيت النهارده التوقيت قصدي ايه انت في مركز عندك محتاج. في دروب بالظبط مركز في دروب خلاص لا حتى دلوقتي لو هيعتزل بس احتياجه في التوقيت ده احتياجه في المباراه دي بالزبط. خلاص حتى لو شهرين ثلاثه بالظبط طيب انا كنت اسالك على حسام بس حضرتك اتكلمت عليه بما فيه الكفايه يعني اتكلمت كلام مختصر جدا مباراه الترجي الاهلي والترجي كنت متوقع نتيجه ايه قبل الماتش لا بصراحه انا كنت متوقع النادي الاهلي يكسب يعني النادي الاهلي دائما مع الترجي يمكن حتى السبع ثمان مباريات اللي اتلعبت دائما النتائج في صالح النادي الاهلي وطمعت اكتر لما شفت شكل الترجي بيلعب بهذا الاسلوب الدفاعي البحت هو عنده اتنين جامدين قوي في وسط الملعب اتنين كويسين قوي مميزين طه ياسين الخسيني راس حربه حلو لعيب كويس الخمسي لعيب كويس جدا ولكن التنظيم الدفاعي اللي كانوا بيلعبوا بيه هم على فكره كده دايما يعني كل الفرق التونسيه لما بتيجي مصر بتلعب بهذا الاسلوب هيفضل يعني انا لعبت مع النجم الساحلي ولعبت مع الافريقي التونسي لعبت وحسيت بمدى المعاناه اللي انت بتعانيها اما مع فرق منظمه زي كده وبتلعب بالتنظيم الدفاعي اللي بيلعبوا بيه ده وبيعتمد زي ما قلت لك على تكثيف دفاعي قوي جدا ولكن النادي الاهلي كان ممكن يكسب هذه المباراه هتفضل فنان النادي الاهلي يا كابتن فتحي بتخوف الكل حتى لو مين لابسها طبعا ليه اقول لك ليه يعني بالرغم النادي الاهلي واخد كام بطوله يعني النادي الاهلي واخد بطوله افريقيه دي كام مره 8 والكونفدراليه 9 مش كده النادي الاهلي اسمه على المستوى الافريقي واسمه على المستوى العربي واسمه على المستوى المرعب لاي فرقه بتبقى جايه عامله حسابات النادي الاهلي سواء المباراه داخل مصر او خارج مصر افريقيا وعربيا وكل هذه الامور فالنادي الاهلي السمه اللي عنده تقلق اي فرقه والبطولات اللي عنده تقلق اي فرقه اللعيبه اللي عنده تقلق اي فرقه فكله بيبقى عامل حسابات للنادي الاهلي عشان كده اي فرقه حتى بتيجي بتبقى التنظيم الدفاعي هو ده الاسلوب اللي دائما المدير الفني مركز عليه انما يجيش فيها جول لان لو جه فيها جول هيجي الثاني والثالث بالظبط يعني خالد بن يحيى انا باكد على كلام حضرتك خالد بن يحيى المدير الفني لو قعد فكر في النادي الاهلي والافراد غيابات كتير افراد ينقصها الخبره الافريقيه ينقصها التجانس الافريقي ودي حاجه مهمه جدا التجانس الافريقي يعني ممكن تلاقي لعيبه لعبت مع بعض في الدوري كتير لكن ما لعبوش افريقيا شكلهم افريقيا هيبقى عامل ازاي عناصر جديده دخلت الفريق غيابات كتيره زي ما قلت لحضرتك يعني ممكن ان انا اجي اطمع في النادي الاهلي وبالرغم من كده لا برضه انا جاي لاعب الفانيله الحمراء قبل ما لاعب الاشخاص لا هو طبعا خالد بن يحيى المدير الفني طبعا ما هو بيلعب نادي مش بيلعب اشخاص يعني بيلعب نادي هو عارف النادي الاهلي بغض النظر بقى اذا كان في غيابات هو الغيابات دي برضو بيخلي بالك ما هو النهارده البدائل هيبقى قلق جدا من البدائل واسلوب اللعب والتكتيك اللعب والجماهير والكابتن حسام عامل مفاجات في التشكيل فالامور دي كلها هتحتم عليه حتى لو خمسه سته غايبين لا هو التنظيم الدفاعي وعايز يطلع بنتيجه نتيجه ايجابيه في القاهره قبل ما يطلع على المباراه الثانيه تمام عايز اقول لحضرتك برضو على حاجه كابتن احمد طيب معلق المباراه هو زملكاوي طبعا لكن هو راجل بيتكلم في الكوره حلو قوي بصراحه بيتكلم في الكوره حلو قوي يعني يقنعك بكلامه في الكوره بصرف النظر بقى ان هو زملكاوي او اهلاوي او انتماءاته ايه لكن كان بيتكلم يا وليد بلاش تجهد نفسك يا وليد احنا محتاجينك لاخر دقايق يا وليد الدقايق في الاخر هتفرق معاك بواحد زيك عنده مهارات فرديه
اخر 10 دقائق قال له شفت احنا كنا محتاجينك في ال 10 دقائق دول يا وليد، لكن انت خلصت عن نفسك في المباراه بتحركاتك بالالتحامات بحاجات مش ليك خالص. فعلا يعني الكلام ده فعلا؟ لا بص انا يعني احنا كنا محتاجين وليد سليمان. يعني بص انا هقول لك على حاجه، انا قادر اوصل لحضرتك السؤال. اللعيب دايما بيبقى نازل النهارده بيكمل 90 دقيقه مفيش مشاكل، ولكن ممكن الدور اللي واخده او بالزبط. الدور اللي واخده نفسه هو اللي بيخليه النهارده يبذل مجهود اكتر من طاقته. بالظبط اكتر من طاقته. يعني وليد ما شاء الله يقدر يلعب لك في الجنب الشمال ويقدر ينزل يساند مع صبر الرحيل او علي، ما يقدر. انا قصدي الخبرات، فاهم قصدي؟ محتاجينها الخبرات اللي بتجمع المهاره. ما هو الخبرات النهارده زي ما قلت لك ان في شق النهارده، ما قلت لي نجم مهاري ونجم ملتزم، لا في شق النهارده التزام. يعني الجناب اجايه بيلعب في الجنب الشمال بينزل لحد فين؟ ده بينزل لحد السكس يارد بتاعت اجايه، سنه صغير، فاهم قصدي؟ بالظبط. وليد ما عنده النزعه اللي هو الالتزام برضه داخل الملعب، وعنده روح قتاليه، وتلاقيه بيعمل تاكلينج هنا وبيخش، لا فاذا كان حصل له دروب في اخر 10 دقايق دي حاجه بتبقى طبيعيه جدا، ممكن تبقى منطقيه طبيعيه كمان، طبيعيه جداً. طبيعيه لنتيجه المجهود اللي عمله، نتيجه مجهود. انا سؤالي بقى لحضرتك اللي هو انت محتاجه ان هو فنش لك مباراه، ولا محتاجه ان هو يبدا مباراه في ظل الكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه ان هو معنوياته عاليه جدا، عنده التزام هو اصلا شخصيا؟ لا بس احنا قلنا النقص العادي اللي كان في فرقه النادي الاهلي او الناس اللي كانتش موجوده، كان لازم وجود الخبرات. يعني لازم بدايه المباراه لازم وليد موجود، تمام، يعني لازم وليد موجود. ليه؟ زي ما قلت انت حتى قلت خبرات افريقيه، في ناس ما عندهاش خبرات افريقيه، ولكن وليد خبره افريقيه ما شاء الله، لاعب بطولات كتير قوي افريقيه للنادي الاهلي، فالخبرات في الحاجات دي بتفرق. الالتزام زي ما قلت لك بيفرق. انت النهارده بتستغل مهاره وليد، بتستغل مهاره وليد في التمرير، في الاختراقات، في التسديد، في كل شيء، في كل حاجه، في كل شيء. فلازم وليد يبقى متواجد، لازم يبقى متواجد من اول مباراه. يعني يا جماعه بصراحه انا بجيب لكم يعني كابتن فتحي مبروك رد على كل الاسئله وكل الحاجات اللي بتتكلموا عليها. مباراه كامبالا سيتي اللي جايه مباراه غايه الاهميه، الاهلي طبعا طالع لمهرجان اعتزال حسام غالي، مش عارف ليه حاسس كده ان في الاخر يا رب يقولوا حسام غالي نستنى شويه، يعني يا رب. لا ما استنش خلاص بقى يا رب. الترتيب يعني حتى لو نعمل مهرجان اعتزال ويستنى شويه، ترتيب المهرجان اتهيألي نعمل مهرجان يا كابتن فتحي ويستنى شويه. بص يا كابتن حبيبي، دائما صاحب القرار في اعتزال لعيب، اللعيب هو لو حسام مقتنع انه خلاص اوكي، خلاص اوكي. لو حسام مش مقتنع ممكن يستمر، وبعد حتى مباراه الاعتزال يستمر، يعني في مرحله النادي الاهلي بيمر بيها، وبعد كده شكرا. مش قادر اتكلم، انت فاهم قصدي؟ انا لا، بس حسام لو هو مقتنع يبقى غلطان. لا لو هو مقتنع ان هو دلوقتي اعتزال ودلوقتي يبقى غلطان. مين اللي واخد القرار؟ مين واخد القرار؟ مش هو؟ اي لعيب، انا لما اعتزلت سنه 81 مين اللي خد القرار؟ ممكن يكون متضايق ان هو ما بيلعبش كتير. مين اللي خد القرار؟ انا اللي خدت القرار. انا اللي خدت القرار، لان تواجد ساعتها بعديه يمكن كابتن ربيع ياسين، خلاص لازم ادي فرصه بقى للي طالع، وكنت في قمه لياقتي. يعني كنت في قمه لياقتي. طب ليه يا كابتن؟ انا اقول لك على حاجه، ما تزعلش مني يعني. مع احترامي الكبير لحضرتك طبعا، يعني بعيد عن حضرتك خالص، انا قلت قبل كده اللعيب اللي يعتزل في قمه توهجه وقمه ابداعه وقمه لياقته انا بعتبرها انانيه من اللعيب، لان انت طول ما انت قادر ادي الناديك لغايه لما تحس فعلا ان انت لا، يعني خلاص مش مشكله. هقول لك انا طول ما انا قادر. لا لا, لا 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 انا مش معاك في الراي ده. هقول لك الراي ده يا كابتن حميد ليه. انا لو النهارده نجم، النهارده زي ما بتقولوا بأدي وكله، ولقيت الامور بالنسبه لي اصبحت احتياطي، اصبحت خارج التشكيل، اصبحت مش يعني خلاص، نفسيا لازم افكر كويس قوي، هل استمر زي ما بيقولوا كده؟ هل بقى يعني ابقى داخل النهارده مره 5 دقائق، مره 4 دقائق، مره بره التشكيل، مره على الدكه؟ لا هل استمر ولا اخد قرار؟ لا تاخد قرار. شوف انت اللي قلت ايه. انت اللي جاوبت على السؤال. ايوه بالظبط، يعني انت اللي جاوبت على السؤال. بس انا طول ما انا جوايا قادر. حسام غالي مر بهذه المرحله ولا ما مرش؟ مر. يبقى ياخد قرار ولا ما ياخدش قرار؟ ياخد قرار ماشي. ما انا اللي بسالك. اعتبرني انا الكابتن عبد الحميد وانت الكابتن فتحي مبروك. ده سلام، ده ما حدش يبقى قدي في الدنيا كلها يا كابتن. يعني اقول لك على حاجه، انا الكابتن علاء صادق
وانا عندي 31 سنه او 32 سنه، جه قال لي يا ميدو تيجي تمسك معانا في الجهاز. قلت له امسك معاك في الجهاز ايه، ده انا لسه لاعب وانا عندي 25 سنه. انا ما لحقتش فسيبني من 31 سنه او 32 سنه، فضلت العب لغايه لما بقى عندي 39 سنه. فانا اللي جوايا، انا اللي جوايا، انت اللي جواك. ما هو بقول لك لكن استحمال، لا انا معاك. ما انا بقول لك اللعيب، اللعيب هو اللي جواه، هو اللي جواه. في لعيب عندي بالظبط، في لعيب عندي بالظبط، وفي لا انا مش عايز اقول لك. انا مثلا في بدايه مشواري، في بدايه مشواري في النادي الاهلي 69 70 ولسه ما كانش فيه يعني ما كانش فيه دوري، ولكن كان هناك ان انا بتخوف ان انا امشي، او سمعت طريش كلام ان انا امشي من النادي الاهلي. لا بالظبط، ده انا عانيت والتمرين، وخد بقى زي ما انت عايز. هو ده اللي انا بتكلم، وخد بقى زي ما انت عايز لحد دلوقتي الحمد لله فت يعني ما تقلقش. طب انا عارف، ما شاء الله ما شاء الله نمسك الخشب يعني. كابتن فتحي بسرعه جدا عشان الوقت بتاعنا بصراحه يعني عدى معاك بسرعه جدا، وحلقه مميزه بصراحه يعني جميله جدا. قول لي ماتش كامبالا سيتي اللي جاي شايفه ازاي بسرعه يعني؟ هو هيبقى ماتش يعني، هيبقى ماتش برده خلي بالك صعب، هيبقى ماتش صعب. انت عارف برضو كامبالا سيتي مغلوب من نادي البركان، مغلوب 1-0. اه مغلوب من نادي البركان مش كده؟ لا مش من نادي البركان، لا سوري اسف، مغلوب من فرقه هقول لك حالا من احنا معانا تاونشيب رولز. تاونشيب رولز مغلوب من الفرق، مغلوب 1-0. فطبعا الامور دي كلها بره ارضه، بره ارضه. فالامور دي كلها هتصعب الموقف شويه على اداء النادي الاهلي هناك، وخصوصا كامبالا سيتي برضه على فكره من الفرق اللي بتلعب كور افريقيه القديمه. بالظبط يعني بالزبط. هتلعب باسلوب بقى ان هو عايز يكسب باي شكل من الاشكال، خصوصات وافرات وراسين حربه بالطريقه التقليديه القديمه. هتلاقي الامور كلها، وهتلاقي اثنين على الطرف ونجين. يعني دائما الفكر التكتيكي بتاعهم والفكر اسلوب اللعب هيلجأ لكور طويله، وهيلجأ زي ما قلت لك لراسين حربه عشان عايز يعوض الهزيمه الاولى، وخصوصا في بدايه المباراه. تمام. هيخلق بقى المشاكل، ويخلق مشاكل، ويخلق كورنرز، ويخلق فاولات، ويخلق هذه الامور. ماتش صعب يعني صعب، وخصوصا النادي الاهلي مطالب الجهاز الفني واللاعبين في هذه المباراه الفوز. اللعيبه على فكره هتبقى محطوطه تحت اكيد ضغط رهيب 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 في هذه المباراه، ربنا يستر. لان خلي بالك الهزيمه من الزمالك والخروج من كاس مصر اكيد امام الاسيوطي بيحطهم في ضغوطات جدا جدا، ضغوطات، وفي لعيبه كتير مش متعوده على الضغوطات دي. اخر سؤال لحضرتك، المنتخب، منتخب مصر شايفه رايح فين في كاس العالم؟ هنعدي الدور الاول ولا مش هنعدي الدور؟ والله بص انا اتمنى من كل قلبي، اتمنى ان منتخب مصر يعدي الادوار الاولى. ليه؟ لان برضه خلي بالك المجموعه قويه فيها روسيا. لكن حقيقه وواقع كابتن فتحي شايفها ايه؟ انا في تقديري الشخصي ما تيجي تلعب مع روسيا البلد المضيف والاوروبي طبعا فرقه مميزه، والسعوديه على فكره انت كفتك متساويه معاهم، مش انت مش لا لا بالظبط مش كف ارجح، لا متساويه برضه. فرقه محترمه وفرقه كويسه وعندهم نجوم كويسين جدا جدا. والمشوار هيبقى صعب يعني، برضه المشوار هيبقى صعب يعني، مش هيبقى بالسهوله ان احنا ممكن نتخطى ونوصل دور 16. ولكن التطوير، شوف انا بقول ايه، التطوير اللعيبه عندها جرأة الهجومية، ودي دور المدير الفني مستر كوبر وجهازه الفني، لازم يبقى فيه دور هجومي للعيبه ولازم ما نخافش. طب ده سؤالي بقى، حضرتك فرضت عليا او لا، مستر كوبر اقنعك الفتره اللي فاتت؟ لا بس لا بصراحه انا مش بص انا معاك عشان اكون صريح، انا مش لسه بقول النهارده، لا الصراحه مطلوبه، لا انا مش بقول النهارده، انا بقولها من زمان، من ايام عروض منتخب مصر، ومن ايام لما شفت منتخب مصر انه بيعتمد على النجم الاوحد محمد صالح. نورتني وشرفتني، شكرا. حلقه مميزه جدا، وبشكرك على صراحتك ومجهودك الجميل معانا. بشكر طبعا مجموعه العمل الجميله، وبشكر طبعا جماهير النادي الاهلي الجميله العظيمه اللي احنا صرناها لحد دلوقتي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك كابتن. كان معايا النجم المميز، نجم الخلوق، راجل المرحله الصعبه في كل الاوقات، كابتن كبير، كابتن فتحي مبروك، رمز من رموز النادي الاهلي، بشكره شكرا جزيلا. نطلع فاصل عشان نستقبل الاستاذ جمال الزهير المشرف العام على القسم الرياضي بجريده اخبار اليوم. فاصل واستنونا.